تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، يعني بعد التحية، ضعنا في جديد الاستعدادات لديك لمؤتمر المناخ كوب 27. نعم، تحياتي لكم في الاستوديو وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى. بالفعل نحن نرصد هذه الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ، يعني كل يوم هذه الاستعدادات تزداد يوما بعد يوم. العمل هنا مستمر يعني على 24 ساعة على قدم وساق، لا يتوقف العمال عن العمل إطلاقا، صباحا أو ظهرا أو مساء، دائما العمل مستمر. وأكبر دليل على هذه التجربة هو ما نراه الآن، أن هذا الممشى السياحي الجديد الذي أقف فيه أنا الآن كان قد بدأوا بالفعل في إنشاء هذا الممشى السياحي الجديد منذ 3 أشهر تقريبا، وها نحن الآن نرصد وجود السياح والمواطنين وقاطني مدينة شرم الشيخ، وأيضا العمال بالفعل بدأوا باستخدام هذا الممشى السياحي الجديد. ذلك هي نقطة إيجابية في فكرة التحول والتطور السريع الخاص بالاستعدادات الخاصة بمؤتمر كوب 27 هنا في نوفمبر المقبل. لكن لا تتوقف هذه الاستعدادات على الممشى السياحي فقط، ولكن هناك استعدادات أخرى مثل المحطات شحن الكهرباء المختلفة داخل مدينة شرم الشيخ التي تستعد لاستقبال السيارات الصديقة للبيئة، وأيضا الحافلات الصديقة للبيئة، وهي الحافلات التي تعمل إما بالشحن الكهربائي أو بالغاز الطبيعي. هذه المحطات، هناك محطات انتهت بالفعل، وهناك محطات انتهى ما يقرب من 90% تقريبا من هذه المحطات لاستقبال هذه السيارات. هناك أيضا تطوير بشكل عام داخل مدينة شرم الشيخ، وهو تطوير سياحي في الأساس، سواء الممشى السياحي القديم أو السوق القديم وغيره من الأماكن السياحية. هناك تطوير لتوحيد الواجهات لتصبح الصورة الذهنية واحدة داخل هذه الممشى السياحية مثل ممشى خليج نعمة. هناك أيضا جزء خاص بممشى السوق القديم، وهو تحويل الواجهات لتصبح شبيهة بمصر القديمة، وهي فرصة للدعاية أيضا للسياحة المصرية، خصوصا في ظل توافد عدد كبير من الدول في مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل. لذلك هي يعني تكاتف في جميع الجهات والمناحي داخل مدينة شرم الشيخ لتظهر مدينة شرم الشيخ بصورة مشرفة أمام العالم في هذا المؤتمر. هناك أيضا جزء خاص بالطرق، يعني هذه الطرق جاري تجديدها وتطويرها وتوسعة هذه الطرق للتسهيل على الوفود، خصوصا في ظل كثافة كبيرة من المتوقع أن تكون متواجدة في هذا المؤتمر. لذلك توسعات كبيرة للطرق وميادين جديدة بالفعل لتسهيل الوصول إما لأماكن التسكين الخاصة بالوفود بالمؤتمر، وأيضا للأماكن الخاصة بالفعاليات لمؤتمر المناخ، إما المنطقة الزرقاء وهي مركز المؤتمرات الأساسي الذي ستعقد فيه المؤتمرات والفعاليات الرئيسة، أو المنطقة الخضراء التي ستعقد فيها الفعاليات الهامشية أو الجانبية على هامش المؤتمر مثل الخيام التي ستعرض فيها الأفكار، وأيضا فكرة رواد الأعمال وأفكار الشركات الجديدة. هذه الأفكار التي يجب عليها أيضا أن تكون صديقة للبيئة. بشكل عام التطورات دائما ما تسعى لتكون صديقة للبيئة، إما في المستلزمات الطبية داخل المستشفيات بشكل عام، على سبيل المثال مستشفى شرم الشيخ الدولي يتم تطوير المستلزمات داخلها لتصبح مستلزمات طبية صديقة للبيئة، أو حتى مستلزمات غير طبية وعليها أيضا أن تكون صديقة للبيئة لتصبح بشكل عام مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة. وهذا كل هذه ضمن صورة أكبر، وهو التحول المصري والتحول والجهد المصري ضمن المجهودات العالمية الكبيرة للتحول الأخضر، ومنها مبادرات عديدة بالفعل مثل مبادرة اتحضر للأخضر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا عدة مبادرات أخرى لاستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من المبادرات. على سبيل المثال هناك يعني تكاتف واتفاقية ما بين وزارة البيئة والأمم المتحدة ومحافظة جنوب سيناء لوضع أكشاك متنقلة لتوعية السياح وتوعية الحضور وتوعية أي من كان سيحضر داخل مدينة شرم الشيخ عن أهمية التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام في التغيرات المناخية
التاريخية وكيفية العمل على دعم أفكار الاستثمار في الأفكار الجديدة الصديقة للبيئة مما يقلل من الانبعاثات الكربونية لنتحول لعالم أخضر وأفضل. ربما هذه أهم التطورات على أرض الواقع هنا في مدينة شرم الشيخ. نعم كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا على الهواء مباشرة من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا.